السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال ده كان مطروح على أحد الجروبات الفيسبوك الخاصة بالمساحة. المساحة بيقول ما الحل لو ما في روبر للميزان بالموقع؟ طبعا في الحالة دي احنا هنرد على السؤال ده بالسرعة، وبعد كده هنتطرق للصفر المعماري وسبب رفع أو حاجتنا لرفع قطعة الأرض. الصورة دي على العموم يعني من المملكة، لو افترضنا انك انت الجزء اللي انت ترفعه داخل قرية صناعية او في جبل او في منطقة جبلية مفتوحة، فانت في الحالة دي هتفترض بنش مارك او اللي هو نفس الوقت الروبير والاختصار بتاعه اللي هو البي ام. هنفترض ازاي؟ ان انا لو فرضنا ان احنا هنرفع قطعة الارض دي اللي هي قدامنا دي، وحضرتك رايح ومفيش اي روبير هنا، هنعمل ايه في الحالة دي؟ لإلا هنفترض بنش مارك اي رقم، ممكن تفترض 50 50 متر، 100 متر، اي رقم يعجبك افترضه. انت خلاص انت هتفترض، بس مكانه ايه بقى؟ لإلا ممكن تختار عمود بجوار الارض وتحدد مكان العمود ده من الارض، لإلا تختار نقطة على الاسفلت، لو في اسفلت زي كده نختار نقطة على الاسفلت، لإلا لو في منهول نختار المنهول ده ونعلمه ونقول ان المنهول ده في الجهة كذا من قطعة الارض بتاعتنا، او العمود ده في الجهة كذا من قطعة الارض بتاعتنا. ما لقيناش ده ولا ده ولا ده، وعندي جار، احترم الجار، اجي مثلا على التلتوار بتاع الجار هنا، واجي مثلا اقول ان انا عامل روبير هنا في الكورنر ده عند الجار ده، انا عامل هنا الروبير بتاعي، تمام. يبقى انا هفترض، وبعد كده هبدأ ارفع الميزانية الشبكية بتاعتي. طبعا انت بتقول لي مثلا انا في البداية انت مش راح ترفع ميزانية شبكية بالميزان، لانه لازم انت هترفع بالتوتال. لو احنا مثلا التوتال هنضطر نشوف الحد بتاع الارض ونعمل نقطة هنا ونقطة هنا ونقف عليه، او وناخد الضلع ده كده، وبعد كده نيجي رافعين النقطة دي ندخل لها منسوب، يبقى انا اصبح عندي ان انا اسطب نون باكسايت مع النقطتين دول وارفع النقطة دي وادخل لها منسوب، وبعد كده ارجع ارفعها وادخل دي ودي، يبقى انا كده برضو نسبت الارض بتاعتي باللوكيشن بتاعها بناء على النقطتين دول، وسطبت ليفل افتراضي. نيجي بقى احنا كده يعني ردينا على السؤال، نيجي بقى ما هو الصفر المعماري؟ الصفر المعماري طبعا الصفر المعماري او الانشائي اللي هو المرجع الذي يتم قياس جميع مناسيب المبنى الخاصة بالتشطيبات والسلالم وحساب الميول والصرف وتقسيط الدرج وارتفاع الأدوار، وتم تحديد الصفر المعماري في الغالب بمنسوب الشارع. يعني احنا دلوقتي الصفر المعماري بتاعنا اللي هو منسوب الشارع، لأنه في أي مبنى انت بتحترم الشارع، ولو ما وفي الأغلب كمان اللي احنا قلنا المطبخ، اي مطبخ صرف صحي هو اللي بيتم احترامه، بيعتبر هو الزيرو المعماري بتاعي. يبقى لإلا الاسفلت او الشارع، لإلا اللي هو المنهول او مطبخ الصرف الرئيسي للمبنى، لانه دايما بنسب انا لو اصرف المبنى اصرفه على ده، فهو ده اللي بيحدد معايا. او الشارع لو انا هطلع المبنى بتاعي درج او مدخل، فكله بنسبه بيقول زائد كذا زائد كذا، وارتفاع الدوار كل حاجة بتتحدد بناء على الصفر المعماري سواء بالسالب او بالموجب. في الاغلب ما بيكونش صفر معماري فيكون رقمه زيرو، لا، ما هو بيبقى واخد رقم بس بيبقى متعارف عليه ان هو الصفر المعماري، سواء هو منسوبه 300 من سطح البحر او 400 ايا كان، فمعروف انه الصفر المعماري مثلا في الموقع ده 400، الصفر المعماري حتى لو جت اي لوحة مثلا وقال لك زائد متر من الصفر المعماري يبقى انت 401،
زائد 2 متر يبقى 402. طب سالب سالب مثلا 5 متر من الصفر المعماري، يبقى انت عرفت انك انت هتنقص من 400. فمش شرط يبقى صفر معماري فهو يدولك مثلا 0 0، ولو اتعمل 0 0 فهيكون هيدي بالسالب وكده، ممكن بس اللوحة اللي تكون كده، بس هو بيبقى واخد رقم زي ما احنا قلنا حسب ما يكون، لكن في الاغلب بيكون منسوب الاسفلت او منسوب غرفة التفتيش او الصرف الرئيسية اللي هو ايه في الشارع، اللي هو المطبق الرئيسي، سواء في اي اتجاه بيبقى هو الصفر المعماري بتاعنا. بيتحدد بعد كده عنه البلدورة ارتفاعها كذا من الشارع او من الصفر المعماري، وبعد كده المدخل او بعد كده الدور الاول والدور الثاني، كله بيتحدد بناء على الصفر المعماري ده. اتمنى نكون اتوفقنا في الرد على السؤال، ولو في اي توضيح من حضراتكم ممكن تحطوه في الكومنتات اسفل الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.